برعاية رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي، كرمت وزارة الشباب والرياضة اليوم بنادي صالة بلقيس بصنعاء أبطال الرياضة اليمنية الذين حققوا المراكز المتقدمة والإنجازات في البطولات المحلية والخارجية. كرمت وزارة الشباب والرياضة اليوم بصنعاء نجوم وأبطال الرياضة اليمنية الذين حققوا إنجازات في البطولات المحلية والمحافل الخارجية منذ عام 2012 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2016، وتجاوز عدد الأبطال المكرمين 3000 رياضي ورياضية ينتسبون ل57 ناديا في مختلف محافظات الجمهورية. تم تكريمهم بمبلغ 172 مليون ريال كل حسب مركزه وإنجازه الداخلي أو الخارجي وفقا للائحة التكريمات بالوزارة. وتمثلت إنجازاتهم في تحقيق المراكز الأولى في 490 بطولة، منها 98 بطولة خارجية و392 بطولة محلية تشمل 279 بطولة للأندية و110 بطولة للمراكز ولمنتخبات المحافظات. وفي المهرجان التكريمي ألقى نائب وزير الشباب والرياضة حسن زيد بن يحيى كلمة هنأ من خلالها المكرمين على نتائجهم الطيبة التي تحققت داخليا وخارجيا. ها نحن نحتفي اليوم وفي ظلال العيد الوطني 22 مايو لأبطال اليمن، ونكرر نجوم الإنجازات الخارجية في مختلف الألعاب الرياضية ونجوم المواسم الرياضية المحلية استحقاقا من الوطن لأبناء لأبطاله من العام 2012 إلى 2016 ميلادية. هذا اليوم يعني الحفاظ على الوحدة الوطنية، الحفاظ على الجمهورية اليمنية، عرس من أعراس الوطن الغالي على نفوسنا جميعا، عرس رياضي بامتياز يتم تكريم الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية الذين حصلوا على مراكز وبطولات دولية وإقليمية وعربية ومحلية. فحقيقة اليوم هذا نحن نفتخر أن تكون هناك قيادة في وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالأستاذ حسين بن زيد عمل على تكريم الرياضيين خلال السنوات الماضية لم يتم تكريمهم، فهذا إنجاز يحسب له ويحسب لقيادات وزارة الشباب والرياضة. نهدي تكريمنا إلى يمننا الحبيب خاصة في مثل هذه المناسبة الرائعة، مناسبة عيد الوحدة اليمنية 22 من مايو. نهديه باسم كل معاد وكل ذوي إعاقة أو احتياجات خاصة، نهديه لوطننا الحبيب، نهديه لجنودنا المناضلين في الجبهات. أنا لاعبة منتخب طائرة، أود أن أهني والدتي بحق ما شجعتني هذا التكريم، وأهني نظمية عبد السلام بتشجيعها لنا، ونشكر بدر الدين الحوثي على فعل هذا المشاركة الحلوة. وشهد حفل التكريم عدد من الفقرات الاستعراضية الفنية لألعاب الجمبازة والمبارزة والكاراتيه والكونغفو، عكست مدى المهارة المكتسبة ومستوى التدريب العالي لنجوم هذه الألعاب. كما تضمنت الفقرات الاستعراضية فقرة معبرة عن محاولات العدوان السعودي الأمريكي الغاشم للنيل من اليمن بالعمل على تقسيمه وتشطيره من خلال الدفع بمرتزقته من عملاء الداخل والخارج لزعزعة أمنه واستقراره وشرخ النسيج الاجتماعي الوطني، غير أن صمود ووعي أبناء الشعب الشرفاء كان لهذا العدوان السعودي الأمريكي بالمرصاد. وألقى الشاعر مصطفى المحضار قصيدة بعنوان النصر آت نالت إحسان الحاضرين.
كما شهد الحفل تكريم الطفل المعاق عبد الرحمن النفيش الذي قطع مسافة 100 كيلومتر جريا على الأقدام بدءا من محافظة ذمار وحتى العاصمة صنعاء في نشاط يعتبر هو الأول يقام على مستوى الجمهورية تحت شعار الطفولة في عام 2016 وبالرياضة نكون أصحاء. رشاد بيرو لقناة اليمن من اليمن صنعاء.